Akchi, di mana hantar tu syahid? Dari CB40. Oh, kau dah fikir tu anil imtihan ni ya aku. Imtihan ana. Masa la tak faham, cik. Al-mawdu al-istisna. Istisna. Ana la afham. Ana la afham itu al-istisna. Okay. Ha, Ajwan. Ajwan. Akman. Ajwa في CFS. كيف؟ لا بأس. أوه، الآن. أنا. نعم. الاستثناء لا بأس لا بأس اسمعوا هذا إذا إلها مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عند خلا مفعول به منصوب بالفتحة يا الاستثناء قام طلاب إلا زيدا قام طلاب غير زيد قام طلاب عند زيد ما أسهل موضوع الاستثناء أسهل موضوع الاستثناء إذا إلا مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عند خلا مفعول بمنصوب بالفتحة يا الاستثناء إذا إلا مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عند حشا مفعول بمنصوب بالفتحة يا الاستثناء أركان الاستثناء عندها ثلاثة أولها أداة الاستثناء والثاني قبلها مستثنى من ثم الثالث بعدها مستثنى فإذا ما في حروف نفي فهو مثبت وإذا وجد حروف نفي فهو منفي فهذه كلها ما تتعلق بالاستثناء أسهل موضوع الاستثناء إذا إلا مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عدا خلا مفعول به منصوب بالفتحة يا الاستثناء إذا إلا مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عدا حشا مفعول به منصوب بالفتحة يا الاستثناء الاستثناء ما أسهل موضوع الاستثناء إذا إلا مستثنى منصوب بالفتحة يا غير سوى مضاف إليه مجرور بالكسرة يا عند خلا مفعول بمنصوب بالفتحة يا الاستثناء